السلام عليكم. نزوح وراءه نزوح وفجيعة وراءها فجيعة. ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع تهاجمان القرى والأرياف في محافظة تعز قرية قرية. ينزح السكان إلى القرية المجاورة، فتصل الميليشيا إلى مشارفها تطلق النار وتزرع الألغام وتقطع الطرقات، فينزح السكان مرة أخرى إلى قرية أخرى. ومع كل نزوح جديد وجع جديد، مع كل نزوح قصة أخرى مضافة إلى رصيد التعب والحرمان. قضيتنا اليوم من قرية الرحبة في يفرس. نزحت الأسر من القرية بعد تعرض المنازل للمداهمة المباشرة، وعجزوا عن حمل أمتعتهم على سيارات لأن الطريق ملغمة، ولكن النزوح والعجز عن حمل الأمتعة لم يكن كافيا للنجاة، فقد انفجر لغم فردي مزروع في الطريق وقتلت امرأة هي أم لخمسة أطفال، وإلى جوارها قتل أخوها. نتابع هذه القضية في الفيلم التالي ثم نعود. لا عند جهة البيت قنص عليه والبيت والله اللي قدام النسوان وجوار يعني برقب، ويعني 15 رقب، ونزلنا من الحروب، وقد يعني مثلا مشينا مسافة وحصلنا بيوت نجلس. بعد ما جلسنا هناك بقينا يعني حاجات كذا بالبيت، رجعوا العيال من دول السامان حصلوا اللغم وقرح في بهم، ردوا العشي وروحوا وقرح بهم. مع دعوا لنا صوخنا مع قدرنا نمشي، لقد راح لنا الواقعي هذا راح زعم عدو فوقه لما راح يتوعوا الهدف. حقت هذيك الساعة الملاك جالس يرفع كذا شتربوا على البنت، وقد قنوا علي بالآلي وقال لي لازم ممنوع حتى ارفع تشوف وجهه ولا هذا ممنوع ترفع من وجهه. وهنا اولادي كانوا يقتلون جنبهم في نفس ذاك الوقت. اقعد الحبوسه في قرية الرحبة في نفس ذاك الوقت لما جالس يرفع كذا قال لي ممنوع. نحن مسوخنا موت ما نقدر عاد نمشي مع قدر دحين لاني ما اقدرش اخبي مكبوده صاري. زحنا نزل الحواثه نزلوا لا ورا بيتنا كان يقتل. نحن ردينا هربنا وعمل كبيت بعيد قنب على شروح. بعدين القهر صرحوا دول شندوا اللواعي بقول لنا ما رضاش السيارة تقزع عن قام ولغام كله وقسي يمشي ورستام وهجدوا لنا في لغومات وقرح بلب بلب متقدم البنت بعد وبعدها خمسة وأنا بغفو علي زعمت كله شنطة بغفو علي تحت اللحم سمعت ألمكم ما البنت ندار كيف حملي ما رأيتهنش لله ولا سمعته. يعني وقت أنا أقول لك ماشيين الولد هنا والبنت بالمكان هذا، وقد يعني صب الولد مرة يعني قطعه كله، والبنت يعني شل مني وجهه وشل يعني يتحقق وتوفى ساعته. تورم لي بون ولا يمشوا محملين الواعي ما قالوا ليش لله ما علمونيش ما لقيتهن ولا زرتهن ولا شلوهن واني منازح بروح بوان البلاد برو. أنسابي اثنين وولادي اثنين معمرين ولي راحوا اثنين هذه بنتي واي ولي ها خمسة على هم يا ترى الحين هنا لهنا الناس يعني يتعاونوا معي خرجنا هين سمعت والآن نزحنا ملفتناه ورجع الحرب يعني جنبنا وفوقنا رجع هربنا نزحنا لهنا للمكان هذا. Thank you.
عريت أنا بالبيت خرجنا ولا حملنا حاجة، ما قش ما رخلش السيارة تجزعي. عريت أنا بالبيت حدارين وش يسرقوا النك وش يعملوا، ولا حملنا شيء. أنت تأجر بنا الناس هكا، أنت مرضوش سجلوا نحنا ونا، لا سجلوا نحنا ولا عندوا لنا شيء. حرب وهربت لي مع ابني، أني نازح وقالت بيتي هو بيته، وصرحت بعده صرحت مع ابني أتخبيه. كيف كانوا عاملكم الحوثيين؟ كانوا يفقعوني، احنا كان الرصاص وراي واني حبي يفقعوني، واني هربت بعد ابني. كانوا يهددكم بالضرب اللي يسرق؟ يهددني احنا بالرصاص بعدنا، كنت حبي حبه. لغم من الألغام المضادة للأفراد مزروع على طريق عبور مدنيين من وإلى بيوتهم انفجر وقتل مدنيين، هما أم لخمسة أطفال وأخوها، وجرح أطفالا آخرين من أسرتها وأوجع بقية القلوب. الألغام الفردية محظورة بموجب اتفاقية أوتاوا الدولية التي تفرض حظرا شاملا على الألغام المضادة للأفراد، أي أنها تحظر استعمال وتخزين وإنتاج وتطوير ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتقضي بتدمير هذه الألغام سواء أكانت مخزونة أو مزروعة في الأرض. وهذه الاتفاقية واحدة من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية عام 98 من القرن الماضي، قبل عام من دخولها حيز التنفيذ. مشاهدينا الكرام، الألغام الفردية أو ما تسمى بالألغام المضادة للأفراد موضوع حديثنا بعد الفاصل مع المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا مشاهدي الأعزاء، كما أرحب بضيفي من فيينا المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام. مرحبا بك أستاذ توفيق. مرحبا بك أخي الكريم وبجميع مشاهدي قناة بلقيس. عودة أخرى إلى موضوع الألغام وهذه الكارثة التي اجتاحت البلاد بفعل إجرام الميليشيا. وقعت اليمن عام 98 على اتفاقية أوتاوا بشأن حظر الألغام، ماذا يعني ذلك على الصعيد العملي أستاذ توفيق؟ حقيقة اتفاقية أوتاوا كانت أو شكلت نقلة نوعية على الصعيد العالمي من أجل تخفيف معاناة الضحايا أو تخفيف الكارثة التي تسببها أو يسببها الألغام الفردية التي تحدث جروح عميقة على المستوى الإنساني حتى بعد انتهاء الحرب. الألغام دائما هي ذلك العدو الصامت الذي لا يفرق بين صغير وبين كبير، بين رجل وبين امرأة، لا يعرف أوقات الحروب أو أوقات السلم، ولذلك يظل يضرب باستمرار محدثا كل هذه الآثار، مما جعل الدول العالم والناشطين والمنظمات تتداعى لصياغة والاتفاق حول اتفاقية أوتاوا. اتفاقية أوتاوا أخي الكريم ليست اتفاقية عادية، هي شكلت أو تشكل برنامج عمل متكامل للتخلص من هذه الآفة الكبيرة وهي آفة الألغام الفردية. طبعا اتفاقية أوتاوا وضعت أو حددت مجموعة من المتطلبات الإنسانية لتنفيذها، بمعنى أن الموقعين والمصدقين على اتفاقية أوتاوا بمجرد أن يتم التصديق على الدول اتخذ مجموعة من المتطلبات لتصل لتنفيذها. فبالتالي نحن عندما نتحدث عن أن دولة وقعت اتفاقية أوتاوا نعني التالي، نعني أنها دمرت مخزونها من الألغام المضادة للأفراد خلال 4 سنوات. والمفروض أن الحكومة اليمنية
التي وقعت هذه الاتفاقية بل وصاغت تشريعا يمنيا بهذا الخصوص، سمي قانون حظر إنتاج الألغام المضادة للأفراد وحيازتها واستعمالها ونقلها والاتجار بها، نعم، برقم 7 لعام 98. أيضا تشمل المتطلبات الإنسانية تطهير جميع مناطق الألغام الموجودة تحت سيادة الدولة أو سيطرتها خلال 10 سنوات من هذا التصديق أو الاتفاقية. أيضا يعني اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إبعاد المدنيين فعلا عن تلك المناطق بما في ذلك عبر تنفيذ برنامج التوعية بخطر الألغام. نعم. الأمر الرابع يعني مساعدة ضحايا الألغام الذين وقعوا في هذه الإشكالية. وبالتالي نحن عندما نتحدث عن اتفاقية أوتاوا ونتحدث عن دولة وقعت نتحدث عن جو آمن أو برنامج عمل متكامل، وهو الأصل الذي يكون الحكومة اليمنية قد قطعته منذ 98. لكن للأسف الشديد المنظمات الدولية كشفت أن الجمهورية اليمنية خاصة في عهد الرئيس المخلوع لم تكن صادقة في تعاملها مع المجتمع الدولي، نعم، واستخدمت اتفاقية أوتاوا من أجل خداع المجتمع الدولي فقط، وأثبتت منظمات كبيرة مثل هيومن رايتس وغيرها بأن اليمن لم تتخلص من مخزونها من الألغام الفردية، وكان هنالك منسق خاص للأمم المتحدة زار صعدة إلى غير ذلك من أجل التخفيف بهذا الأمر. نعم، هل يمكن اعتبار هذا التحايل في حد ذاته جريمة حرب أو جريمة دولية أو جريمة تستحق الملاحقة الدولية تتعدى الوضع والضحايا اليمنيين؟ نعم، هو في حقيقة الأمر أيضا أن اتفاقية أوتاوا حددت دور المجتمع الدولي في هذه الاتفاقية أو علاقة المجتمع الدولي بالدولة التي تصادق أو تواقع على اتفاقية أوتاوا، وحددت كالتالي مجموعة من الأمور أهمها محاكمة ومعاقبة الأشخاص المشاركين في أنشطة تحضرها الاتفاقية الدولية، نعم، من ضمنها الاستيراد، المتاجرة، التخزين، الزراعة، وهذا كله يدخل في هذا الأمر. أيضا استوجبت على هذه الدول أن تقدم تقارير سنوية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالإجراءات سواء العملية أو التشريعات التي اتخذتها لتنفيذ هذه الاتفاقية. نعم. أيضا حددت أو أوجبت تسهيل عمل بعثات تقصي الحقائق في جمع المعلومات عن المسائل المتعلقة بالإرسال لهذه الاتفاقية. نعم. وبالتالي مخالفة هذه الاتفاقية بل والإصرار على الاستيراد والزراعة والتجارة بهذه الألغام يجعل كل هؤلاء الأشخاص يدخلوا تحت طائلة اتفاقية روما التي تستوجب محاكمة هؤلاء الأشخاص أمام محكمة الجنايات الدولية إذا عجز القضاء المحلي على محاكمتهم أو أصبحت المؤسسات القضائية غير قادرة على أن تقوم بدورها في محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم. وهذا هو وضع المنظومة القضائية اليمنية حاليا. لكن دعني أعود إلى مسألة هذه الفترة الزمنية 19 عاما أو قريب 20 عاما حتى الآن منذ التوقيع على هذه الاتفاقية، هل يدخل جميع وزراء الدفاع اليمنيين في خلال هذه الفترة في طائلة المساءلة؟ يعني وزراء الدفاع، رؤساء هيئة الأركان المطلعين على مسألة تخزين واستيراد هذه الأسلحة الجبانة كما توصف؟ طبعا العملية معقدة، لكن أعتقد الحكومة اليمنية كشخصية اعتبارية هي مسؤولة بالدرجة الأولى. رئيس الجمهورية يعتبر هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، القائد الأعلى والقوانين الدولية والخارجية، يعتبر رئيس الجمهورية هو المسؤول مسؤولية افتراضية في هذا الجانب. نحن لدينا اتفاقيات، التقارير التي كانت تقدم للمجتمع الدولي يبين أن هنالك سياسة ممنهجة، بمعنى أن التقارير تقدمها وزارة الخارجية التي هي تمثل الحكومة اليمنية عبر بعثاتها سواء في مجلس الأمن أو في مجلس حقوق الإنسان إلى غير ذلك، وبالتالي القصة ليست محصورة على وزارة الدفاع. بالنهاية وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان منظومة الحكم بأكملها ضمن منظومة الحكم، وهو ينفذ سياسة عامة ربما للحكومة اليمنية، وبالتالي الحكومة اليمنية مساءلة قانونية ودستورية وأخلاقية. حتى بموجب القانون الدولي هنالك مجموعة من العقوبات حددها القانون اليمني الذي ذكرناه سابقا، تصل هذه العقوبات
إلى السجن 3 سنوات، تصل إلى السجن 2 سنين، تصل إلى عقوبات كبيرة. وبالتالي هذه إذا ترتبت أيضا عليها قتل أو إزهاق أرواح أو تضريب للممتلكات، لا شك بأن الأمور ستكون معقدة أكثر. وبالتالي الحكومة اليمنية بموجب الاتفاقية الدولية هي مساءلة بالفعل، مساءلة قانونية وأخلاقية أمام المجتمع الدولي وأمام القضاء عن الضحايا الذين سقطوا بسبب هذه الألغام. قبل الانتقال إلى مناقشة موضوع الضحايا الذين يعني أودت بحياتهم و يعني بحالهم هذه الألغام، هذا العدد المهول الذي تم رصده وأعلنت عنه العديد من الجهات منذ اجتاحت الميليشيا الحوثية وقوات المخلوع المدن اليمنية بلغ مئات الآلاف، هل هناك إحصائية تتوقع أو تقدر المخزون الكامل لدى هذه القوات الانقلابية؟ لا، أنا أعتقد أنها هنالك إشكالية في يعني تحديد هذا العدد، خاصة أنا أعتقد أن الفترة السابقة شهدت عملية استيراد ألغام بصورة نستطيع أن نقول بين قوسين غير مشروعة من السوق السوداء، إضافة إلى زراعة أيضا الألغام بصناعة محلية، معنى صناعة بدائية تقليدية، وربما هنالك قد تكون هنالك مصانع موجودة محصنة داخل الجمهورية اليمنية لزراعة مثل هذه الألغام الفردية، خاصة تركوا ستوفيق كل الصناعات التي يعني تخدم الحياة وتفننوا فقط في هذه الصناعة. نعم، لأنه في النهاية نحن أعتقد أنه ظهرت مجموعة من الألغام، خاصة راقب شاهدناها في محافظة تعز ألغام التي على شكل أحجار وعلى مموهة يعني. بالضبط، مموهة. وتحدث أيضا ذات مرة أحد الناطقين باسم الجيش في تعز أن هنالك ألغام بالكاميرات الآن، تطور جديد في زراعتها ويتم التحكم به من غرفة خلفية أو غرفة تحكم يتم تفجيرها في الوقت المناسب. هذا أمر. الأمر الثاني إلى أنه لا توجد إلى اليوم خريطة واضحة لزراعة الألغام. اليوم الألغام تتم بصورة عشوائية، وبالتالي لا نستطيع اليوم أن نحدد. هذه واحدة من أكبر المآسي التي تواجه بالضبط الفرق تاليا بعد انتهاء الحروب. وبالتالي أن نحن نستطيع أن نقول بالإجمال أن الألغام اليوم في اليمن يعتبر عمود أساسي في المعركة مع القوات الشرعية، تستخدمها ميليشيا الحوثي بالدرجة الأولى، ولحد الآن لم يثبت وجود ألغام زرعتها القوات الشرعية في مناطق خاصة المهولة بالسكان. هذا ما كنت سأسألك عنه، يعني إذا ما ثبت استخدام الجيش الوطني لمثل هذه الأسلحة، لأننا لم نسمع حتى الآن. نعم، بالنهاية هي جريمة أيا كان مرتكبها، سواء كانت جماعة إرهابية أو كانت ميليشيات الحوثي أو حتى لو استخدمت القوات الشرعية، أيا كان بالنهاية هي جريمة موجبة. لكننا لم نسمع حتى الآن على الأقل حتى شكاوى من الطرف الآخر الذي ما ترك منقصة ولا يعني تلفيقا، لم يحاول أن يلصقه أطراف الشرعية. ولذلك أنا أقول اليوم الألغام أعداد مهولة، ربما الأرقام تحتفظ بها وزارة الدفاع في الحكومة الشرعية بموجب البرامج التي تنفذها على الأرض لزراعة لنزع الألغام، خاصة في مناطق الاشتباكات أو المناطق التي يتم استعادتها من الميليشيات الحوثية. لكن العدد حقيقة عدد مخيف، وسيكون أحد تستطيع تقول أحد الإشكاليات الملفات من أجل تطبيع الحياة المدنية مستقبلا، وخاصة عدم وجود كما قلت لك خرائط ألغام واضحة، إضافة إلى ضعف الإمكانيات، لأنه عملية زراعة نزع هؤلاء الألغام وإعادة الحياة كما هي آمنة حتى المركز الوطني لنزع الألغام الذي كان يعني مدعوما من الدول المانحة أصبح ضمن سيطرتهم، وأصبح الملغمون يستعينون بخبرات وإمكانات هذا المركز للأسف. أستاذ توفيق، كناشط ورئيس فريق للرصد بمنظمة حقوقية، هل لديكم إحصائية عن ضحايا الألغام حتى يعني الآن أو حتى أقرب تاريخ ممكن، لأنها يعني في حالة تصاعد؟ نعم، لا هنا نستطيع، لكن نحن لدينا أحيانا ألغام من محافظة إلى أخرى،
ونقوم بإحصائياتها من محافظة إلى أخرى. فمثلا على سبيل المثال في النصف العام لمحافظة تعز استطعنا أن نجمع وقائع الألغام بأعداد كبيرة وصلت إلى ما يقارب 121 ضحية، هذا في منتصف عام 2017 فقط إلى يونيو 2017 في محافظة تعز 121. هل لك أن تكرر لنا الرقم 121 ضحية؟ ضحية في كوفاة أم كإعاقات دائمة؟ بشكل عام سواء وفاة أو كانت هنالك إعاقة. كم نسبة المدنيين من هؤلاء؟ الغالبية العظمى تقريبا المدنيين يشكلون أكثر من 80-90% من هؤلاء الألغام. والأطفال؟ نعم. والأطفال أيضا نسبة كبيرة لكننا لم نفرز إلى حد الآن، لكن نحن في تقريرنا الشهري لمنظمة نعم. سام شهريا نحدد ضحايا الألغام في كل محافظة وكم نسبة الأطفال. طبعا هذه النسبة ليست النسبة الواقعية لأن هنالك مناطق بعيدة، مناطق فيما أيضا مناطق في التماس لا نستطيع أن نصل إليها أو إلى غير ذلك، لكن ضحايا الألغام أنا أعتقد أنهم يعني كل يوم تكبر وهي ضحية مستمرة شهريا، أعتقد يوميا، أعتقد أسبوعيا، وبالتالي هذا يجعل التحدي كبير أمام الحكومة وأمام المجتمع الدولي من أجل أن يجعل هذا الملف أولوية سواء على من أجل إعادة تأهيلهم على المستوى النفسي أو على المستوى الاجتماعي أو على حتى على المستوى الصحي، لأنه نعم. قضية الألغام ليس لغما ينفجر وفقط، وإنما آثاره كارثية على سواء على المستوى الإنسان أو على مستوى حتى الحياة الزراعية التي تزرع فيها هذه الألغام. نعم، يعني تتعرض الأراضي للهجر وللترك نتيجة الخوف من ما هو مزروع فيها. أستاذ توفيق، هل وجدتم يعني كراصدين أو راصديكم في الميدان وجدوا علامات تحذيرية عن وجود حقول ألغام أو يعني أي إشارة تحاول أن تنبه المدنيين أن هذه المنطقة ممنوعة المرور فيها أو بأنها زرعت من قبل الميليشيا يعني؟ حقيقة الأمر لا نستطيع أن نقول أن هنالك جهد منظم في هذا الاتجاه، لكن هنالك أحيانا خاصة بعد إعادة المناطق وخوف الناس من وجود الألغام تتم وضع لافتات، لكن تستطيع تقول هي بجهد فردي أو جهد محلي خاصة بالقيادة العسكرية، لكن لا يتم الالتزام فيها. تأتي الأمور بالخبرة وبالضحايا الذين يذهبون فيتعظ البقية. لا يوجد عمل أو جهد منظم، لأنه كما قلت لك العملية تحتاج إلى إمكانيات مادية، تحتاج إلى إدارة متكاملة، تحتاج إلى قاعدة بيانات كبيرة، تحتاج إلى فروع ومشرفين في هذه المناطق، تحتاج لافتات أيضا واضحة، وهذا الأمر أعتقد اليوم ليس من الأولويات الكبرى لدى الحكومة الشرعية في ظل الهزال الكبير الذي نعيشه في المرحلة. حتى من قبل الزارعين أنفسهم هل يقومون بتنبيه الناس أنه لأغراض عسكرية أغلقنا هذه المنطقة وقمنا بتلغيمها أو زراعة الألغام فيها أو أنها منطقة عسكرية يمنع المرور فيها؟ هل تقوم الميليشيا بهذا الدور؟ لا، الميليشيات لا تقوم بهذا الأمر، بل أنها تزرع أحيانا كما رصدنا الألغام في محافظات تعز ومنطقة الوازعية وذلك في لاحق وفي الضالع، زرعت الألغام داخل البيوت عندما كان يعود الشخص إلى بيته ينفجر به اللوم. يعني إذن هناك قصدية يعني في استهداف المدنيين، كان في عملية انتقام بغيضة للأسف الشديد يتم في هذا الأمر. استخدمت الألغام بصورة خطيرة جدا في اليمن، وهذا أعتقد أنه ملف الألغام يجب ألا يكون ملفا هامشيا، يجب أن يتصدر أولوية الحكومة الشرعية. هنالك أعتقد دول مهتمة بعملية مهتمة بخطورة الألغام وتساعد وتقدم دعم من أجل نزعها وتأهيل الفرق المختصة في هذا الجانب، وأعتقد أن الحكومة تجعل لها أولوية كبرى في هذا الصدد، لأن القصة متعلقة بالشعور بالأمان المدني
وبإعادة تطبيع الحياة. ولا تنتهي ولا تنتهي هذه المأساة كما تفضلت في يعني بداية الحديث، هي مأساة ممتدة. ظل اليمنيون في مناطق، ظل اليمنيون يعانون من ألغام، تعاني في مناطق، تعاني ألغام المناطق الوسطى إلى اليوم للأسف الشديد إلى اليوم. صحيح. أستاذ توفيق، ألا تعتقد أن الجريمة هنا مركبة حين تقوم الميليشيا وميليشيا الحوثي وقوات المخلوع بزراعة الألغام في الطرق، يعني طرق المدنيين، ثم دفعهم لاستخدام هذه الطرق؟ يعني أليس في المسألة إجرام مركب يعني يدفع الناس إلى الوقوع في هذه الأفخاخ وهذه الحقول من الألغام التي زرعوها؟ طبعا هو لو عدنا لاتفاقية أوتاوا الأمر واضح في هذا الجانب. اتفاقية أوتاوا حضرت وكذلك في القانون اليمني زراعة الألغام، إنتاجها، تصميمها، استيرادها، الاتجار بها، حفظها، تخزينها إلى غير ذلك، كل هذه الأمور محرمة، إضافة إلى أن زراعتها في مناطق مهولة بالسكان، في مناطق طرقات عامة، استخدامها وتحرك المواطنين فيها من الأمور المؤكدة بل اليقينية، لا شك بأن هذا يجعل درجة يعني يشدد أو يجعل هذه الجريمة جريمة قصدية ويجعل عقوبة فيها مشددة. ليس فقط الزراعة، لا أتحدث أستاذ توفيق عن الزراعة، وإنما أتحدث عن دفع الناس إلى استخدام الطرق التي تم زراعتها مسبقا كما يعني رأينا في أكثر من قصة وأكثر من حالة. وطبعا طبعا هذه الامور ستجعل الجريمه اكثر يعني اكثر قسامه، ستجعل عقوبه اكثر اشد عقوبه من العقوبه العاديه، لانه كما قلت لك اذا كانت زراعه الالغام فيها قصديه فكذلك دفع الناس لان يموتوا في هذه المناطق ستجعلها اشد خطوره واشد قسامه من اي جريمه اخرى. اذا ما تساءلنا ما الذي يدفع هذه الميليشيا الى يعني هذا المنسوب العالي من العداء مع المجتمع في المناطق التي اجتاحتها خاصة في محافظة تعز؟ بماذا يمكن تفسير مثل هذه القصدية في الإجرام وإيقاع أكبر قدر ممكن من الأذى والإضرار بالمدنيين في تلك المناطق؟ هو حقيقة من خلال مراقبة مراقبة الوضع في اليمن سيجد أن الخطاب الإعلامي للأسف الشديد، الخطاب الفكري، الخطاب المذهبي للأسف الشديد، الشحن الطائفي بصورة مقيتة سيكون أحد الأسباب الرئيسية، أحد الأسباب الرئيسية، إضافة إلى أنه اليوم اليمن توزعت إلى حواضن للأسف الشديد. صحيح. كل فريق يتخذ لوحة، يتخذ حاضنة اجتماعية يلجأ إليها بمقابل زرع وشحن وإلغاء الحواضن الأخرى. وبالتالي تصبح اليوم أصبحت تعز أحد الحواضن الداعشية التكفيرية الأمريكية، الدعم للمقاومة يعني، الذي هي في نظر أولئك كما تفضلت يتهموها بالإرهاب. بالضبط. وبالتالي اليوم تخفيف هذا الخطاب، أنا أعتقد أنه اليوم في إشكالية في اليمن، إشكاليات كبيرة جدا على المستوى المستقبلي سوف نواجهه. هذا الخطاب ليس بالخطاب السهل، اليوم هذا الخطاب غزا المدارس للأسف الشديد، هذا الخطاب غزا وسائل الإعلام، غزا الصحف، غزا المتحدثين والشخصيات الاجتماعية المؤثرة التي تتحدث إلى الناس، وبالتالي أصبحت الحياة اليمنية حياة مفخخة، لا يمكن اليوم الحديث عن جرائم التي تتم بدون ما نتحدث عن نفسيات تشوهت. إذن أنت تتحدث أيضا عن الألغام النفسية التي زرعها الإنقلاب في النسيج الاجتماعي لليمن. نحن أصدرنا تقرير عن القتل المتوحش، يعني غريب أن تجد يمني يعذب يمني حتى الموت. صحيح. وأن تجد يمني يدخل إلى مزرعة شخص أو إلى بيته ويقتله بدم بارد. صحيح. أن تجد يمني يضع يمني في مخزن ألغاء، في مخزن أسلحة، وهو لديه يقين تام بأن الطيران سوف يضربه. بمعنى اليوم نحن أمام نفسيات ليست طبيعية. اليوم النفسية اليمنية غير نفسية ما قبل فبراير مطلقا. نعم. اليوم هناك تدمير متكامل للفكر للعقلية اليمنية. صحيح. هنالك تدمير كامل للنفسية اليمنية. طبعا هذا التدمير استغل حالة غياب الوعي
وغياب التعليم في مناطق معينة، ستجد هذا الشحن للأسف الشديد في المناطق الأقل تعليما. صحيح. عودة إلى موضوعنا أستاذ توفيق، بالضبط، والضحايا الذين سقطوا سواء في تعز أو في عدن أو في بقية المناطق، على من يقع حق رعايتهم والاعتناء بهم وتعويضهم وتيسير أمورهم تاليا في الحياة من أطراف صناعية وعلاج طويل المدى لمن يعني أصيبوا بإصابات يعني إعاقة دائمة؟ نعم. طبعا اتفاقية أوتاوا تحدثت عن هذا الأمر وهي مساعدة ضحايا الألغام. اليوم الحكومة على الحكومة الشرعية مسؤولية في المناطق التي يتم تحريرها ويصابت هؤلاء الناس. هنالك اليوم مسؤولية، نستطيع أن نقول مسؤولية مشتركة. اليوم الحكومة اليمنية مساءلة عن هؤلاء الأفراد وهؤلاء الضحايا الذين يقعون في مناطق سيطرتها. نحن نتحدث عن مسؤولية الدولة، لا نتحدث عن مرتكب الفعل، عن المسؤولية. نتحدث اليوم عن مسؤولية الدولة موجب الدستور والقانون، نتحدث عن مسؤولية المجتمع الإقليمي اليوم الذي يشارك في الحرب الدائرة في اليمن. اليوم هذا المجتمع أيضا مسؤول عن هذه الفئة بصورة أو بأخرى، بعلاجه، بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي. أيضا مسؤولية المجتمع الدولي، المجتمع الدولي متوقع اتفاقية أوتاوا، أعتقد هنالك مقرر خاص بالألغام، أعتقد هنالك فريق كامل، وبالتالي هذه المسؤولية هي مشتركة كاملة أمام هؤلاء الناس عن هؤلاء الضحايا. لكن تأتي مسؤولية الحكومة اليمنية بالدرجة الأولى. نعم. أخيرا أستاذ توفيق، أود تأكيد منك حول أهمية ملف الألغام. هل يمكن أن يكون هذا الملف الحقوقي هو الملف الأبرز في إضبارة المطالبات الدولية لمجرمي ومنتهكي حقوق الإنسان ويعني من قاموا بأعمال ضد الإنسانية خلال هذه الحرب؟ ما أهمية هذا الملف تحديدا؟ طبعا هذا الملف خاصة لدى الأمم المتحدة والمجتمع الغربي له أهمية كبرى، لأنه هذا الملف هو في حقيقة الأمر يمس الفئات الأضعف. صحيح. يمس المرأة، يمس الطفل، هم أكثر ضحايا الألغام، ستجدهم إما من الأطفال أو ستجدهم من النساء الذين تشكل فيهم إعاقة دائمة، وبالتالي يجب إيلاء هذا الملف أهمية قصوى لدى الحكومة ولدى وزارة حقوق الإنسان وكل تحركات الحكومة في هذا الجانب. نعم، يجب أن يكون لدي فريق متخصص يقوم بعملية توثيق على درجة عالية. احنا احيانا الإشكالية الكبرى في كثير من الملفات، وهذا الملف احدهم، الى اننا نجمع الالغام نقول يا عالم معنا 100,000 لغم، يا عالم معنا كذا. العالم يجب ان نقدم قصص توثيقيه، قصص فيديو، قصص. صحيح. الضحايا يتكلمون عن معاناتهم. العالم، نعم، يجب ان ينتقل العالم من قراءه الارقام الى مشاهده الضحايا كما تفضلت، وهذا ما نحاول عبر برنامجنا هذا القيام به، وندعو كل القنوات والزملاء والاعلاميين العاملين في الشأن اليمني خاصة من في الميدان إلى توثيق ما يستطيعوا الوصول إليه من قصص ومن ضحايا وتثبيت حق هؤلاء. المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي، رئيس فريق الرصد بمنظمة سام، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من فيينا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. أسرة علي محمد غالب ثابت، تم الرصد، بأمان الله.